بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب احنا كنا اتكلمنا عن المضاف للاسم، في بس ملحوظة ناخدوا بالنا منها، اللي احنا ما نخلطش بين المضاف للاسم والمفعول غير المباشر اللي احنا بنرمز له بسي او اي المسبوق بحرف الجر ده. مثال: بيير سوكيب دي سون شا. هنا سوكيب، هنا اللي هو فيرب سوكيب، هنا ده فيرب واللي بعد منه مفعول غير مباشر. لكن لما اقول بيير رومبلي لو بلا دو سون شا، بيير بيملأ طبق القط بتاعه، يبقى هنا بلا واللي جه بعد منها اسم مضاف الى الاسم، يبقى ده اسم هو. طيب ناخد بقى امثله متنوعه على المضاف للاسم. اما اقول لو فورشات اون ارجون سون بال، يبقى هنا قلنا مش شرط اللي يجي الكومبليمون دي نو اللي هو المضاف للاسم، مش شرط يجي بدو يعني قبل منه حرف الجر ده. لو فورشات اون ارجون يعني الشوك اللي هي مصنوعه من الفضه سون بال. لا جورني ديير ايتي فرواد، هنا المضاف للاسم هنا ايه ظرف، وادي جورني ادي الاسم. لا ستاتي اون ماربر ايلورد، التمثال اللي من الرخام تقيل، يبقى هنا ده برضه مضاف للاسم. لا كونكليزيون دو سولا كورت، الخاتمه بتاعت الشيء ده هو قصيره، يبقى هنا ده ضمير إشارة. لا ضمير إشارة لكن نقول عليه مضاف لإيه؟ للإسم. يبقى كل اللي بدايرة خضرة ده مضاف للإسم، مضاف للإسم أهو. آخر حاجة لابيتود دو بوار إي سان، عادة الشرب دي عادة صحية، يبقى بوار هنا مضاف للإسم، هي عبارة عن فعل فين؟ في المصدر. وبكده نكون خلصنا المضاف إلى الإسم.